السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة التواضع والإخلاص إن شاء الله من ترام دون يعنى من المجر الحمد لله رنجت الله رنجو لأن أولاد مهدن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سكم يوتي هدن قرى حديث مهدن نعلوم مهدن لنعلوم ألتن كور لدي لور شعبان دون لور ياوة يتان لأجن رتا مل دنائي شفان دنائي ديدي سربن أولاد مهدن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم en hawre tappo joy dur mar sitande ujunnaaji didi en ogaso goji binugul annabi ta alayhi salam dum yawti yani adamen yottaade hadith men hande o eden garata o du'a dun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiis ya hayyu ya qayyum mana e ma'an allabur nyib du dumido mana bi rahmatika qayyur mende ma astaghiis woni komi fa bi nort mana dum do kadi ja ko do wujunu dar dum yawti eden gara حديث من القرن أبو هريرة رضي الله عنه في اللي مغنى ده متعيقه صحيح النسائي دوني نلاء صلى الله عليه وسلم يتسحروا بيرو ده فإن في السحور غنى وني أم بيراري لبركة معنى بيراري كهون ده وان ده برك معنى بيرو ده بيراري كهون ده وان ده برك حديث ما دين دم وعجوني معنى عندن حديث معنى حديث معنى نور صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى استين بورن فدي احدكم غوتمن فليبدا يفطر باليمنى اكسغال مودم نيامل واذا نزع استي وسلك فليبدا يفطر بالشمال اكسغال مننال لتكون يلات اليمنى نيامن غال اولهما كانغالوني اراني ماجتون حغال غال بورن واخرهما كانغالوني سكت ماجتون زغال نبورته مانغال نسله متفق عليه حديث اودو ومتفق عليه اذا ندخل هنا حديث ميدان غران دون نولا صلى الله عليه وسلم يتسحروا مبايرو ده فان في السحور غندون ان امبايرار دي بركه معنا اودو ابو هريره ان في الليمب معنا باريغو صفحه معنا باريغو صحيح نسائي معنا نيمور وجناجي دي تيم دري شفان دي نايجي دي معنا كومبو تشلور كونن كومبو موقوف افهم والمرفوع صح معنى حديث مرفوع بودي سلود اونوني اوغا غارودو تسحروا بيرده فان في السحور وان بيرار دي بركه بركي اودو حديث دو فوكو كانكو حديث غور اون دون فانا سيبن مالك في الليم اون هم بتاوي معنى كوم حديث سلود هم بتاوي صحيح البخاري حديث وجنر اتمد جينا انوغا ستي صحيح مسلم هم بتاوي نيمر وجنر شفان دي جينا جوي إذن ما ترك أشياء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بابا دمغا من أبواب الخير إمراد الدم المؤجر في الدنيا الأدن والآخرة الآخرة إلا دل الأمة سنة وتندني لن ينقل دون فمطارا لمفتع عليه دوم ورغبها أرير دينك دها جون لن ينقل فيه أمور قال مؤجر نون وفي هذا الحديث يقول حديث نون يحث النبي نولا صلى الله عليه وسلم من هرجنا كل كلما اراد الصوم كل جيد هورد كل اني هورد نولادين هيرجندوم على التسحور دو ويرغول قبل الفجر قدي يول الفجر ويامر ام يامر به امون فيقول تسحروا بيرد ايتنا والسحور بيدنو دي بيراري وهو الطعام دون يمر الذي يؤكل دون نيام في وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت جدير بير الفجر سير اونيت السحر وهو قبيل طلوع الفجر معنا سحر وفرند من وهو دون قبيل فأدي سير طلوع سير الفجر فجر فأدي معنا سير الفجر معنا دون بين لغة الصادق قوم في رمضان لوركور ولمن أراد الصيام إن وردني كدي أون جد دهور دي تطوعا لأسقل كدي أون كدي يوير فإن في السحور إن أمبيرار بركة بركة أي فيه إنهن مزيد معنى بأيدار من النماء مرد بأيد قل والخير مؤجر والبركة معنى كاي بركة والبركة في السحور معنى بركة نون بيرار دي تحصلون بسر بجهات سنقوج متعددة لمتنين وهي دون اتباع جوك قل السنة سنة ومخالفة لهم لقل أهل الكتاب دون كأن دفتبه معنى يهود إن النصارى إن جومر عبد دفتبه لأنهم سبون كم لا يتسحرون ببيرتاك والتقوي كنم الدول نرغل لهم سنبني رغم على العبادة دو دوال غل وزيادة بأسدار في النشاد السفتين ومدافعة كنم الدنيا لرغل سوء بنغل الكل جكوجي الذي بنغل جكوجي غل لا يثيره إن إرتنغل الجوع هيك والتسبب كيسبب بنغل بالصدقة صداك صداك على من يسأل معنى دوبين بنو نياغو إذا كون سانغ معنى يلطو بسانغ
بيراي أو يجتمع ولا رند معه وندمور على الأكل ولا رند أو يجتمع ولا رند معه وندمك على الأكل دون يام دم أنا جور دين دون يام دم دون يام منابي وتسبب بسببين قل للذكر ونند جنت قل إن الله الدعاء دوبل وقت وقت ما ظنة الإجابة ما نام بين الجك نايم بجابنا الدعاء دين وتدارك ما أنا أحب تقول نية الصوم أني هرق قل لمن أغفلها wanan de on bel sindi lordo dum qabla an yanama ko adinde daano to maana dum korka lewur korkam sa anni yema jamma go tan ene yon ma sona taw sa tagi ngiri e wa inna ma goni yaati ina ara ta'kid tenkin gul ala aklat dunyam nyamri as-sahri wendogo di duni ko adi feral fajr bi anna hadha al-waqt sab on don waqtu madhinnatun nawmikum waqtu jikkantero do ngul inna nokku aghlabil nas buri jalaade yimbe fala rubbama hauna ki ghalabhum li fawlat annahum do ngul ولذته ادك ميمودم عن امني انا ان اهميه جاء هم قلت تلك الاكلات دين نيامد معنا نقول نيامغول فاضعفهم فاضعفهم لو انا بتركها اشغلهم عن القيام قدر انا نقول باشغالهم نقول لي جماعه في النهار معنا ان يلوما لور قر حديث نادن ديمو نولار من صلى الله عليه وسلم جون قبور رزفيلين واذا تعالى سين بورن فدي احدكم غوتوم فليبدأ يفطر باليمين كوسغال نياما واذا نزع ثم بور تفار اليمانا مصلاه فليبدأ يفطر بالشمال كوسغال نانا ليكون اليمنى يولات كوسغال نياما غال اولها كانغالوني ارن ماجيتون علوغال نو واتي فارغال نو بورني واخرها كانغالون سكيت ماجيتون زونغال نو بوري نو بورتي يعني حديث في لم ابو هريره امر بن الله صلى الله عليه وسلم بخاري انا دي مكو دفتر مكو سيلوندي نيمر وجناجي جوي اتمد دي جاتك اشفان دي جوي جوي إذن خلاصة حكم المحدث معنى حديث أخو صحيح يستحب إذا البداء فطر رود باليمين قسم النعمل في كل باليمين فطر رود نعمل في كل ما كان من باب التكريم قالت أمك جاء أدام قال تدين قل والزينة تدار والنظافة لابل ونحن ذلك يقول أن دمك لبس النعل وين بورن قل فاد وحلق الرأس لابل قل هار وترجيله التنج قل هار لأي أسان وغيري أقوانا لنك ما يستحبهن يدير كج البداء فطر قل باليسارنا في كل كلا ما هو لنك أن ضده كم بينهم فخلع النعل وين بورت قل فاد والخروج يلتقل من المسجد مراد جماعة يلتا جلت راكوس قل ننال ودخول الخلاء ما أنا كجم نهر قل تارور جسنا إن ناتر ناتر ننال سنة يلتا يلتر نعمل وغيرها إخوانا دون وفي هذا الحديث أو الحديث يروين في الله أبو هريرة قوله كنقول مكو كنقول العالمين صلى الله عليه وسلم إذا انتعل استيواتهم فلأحدكم قرم فليبدأ يفطر باليمين قصنق المميامل أي من أراد لبس نعليه كالجد بورنا لفظهم فليبدأ يفطر برجلي قصنق المق اليمنى نعمل تكريما سبت الدين الله وإذا أراد نزعه سيدي صلنق البدأ ويفطر برجلي قصنق المق اليسرانا فتكون لا تؤرجل اليمنى قصنق النننقل أول كنقل بني أرنا الما تلبس كن بورني وآخر كنقل بني سكت ما تنزع كن صلي كن بورتي والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله